هذه قصيدة لها يمكن نكهة أخرى محلية الطابع شوية، محلية يعني في الوطن في السعودية، كما يشتغل الأخ سعد على أمور يعني محلية ووطنية، فأنا لو لم أرجع طبعاً لبلدي لما أدركت يعني مدى يعني تعقيدات الأمور حتى الصغيرة يعني في الحياة اليومية. فكتبت ديوان يعني حقوقي سميته، تحت النشر هو طبعاً لسه، بس سميته بمن أحتمي، لمن أحتمي، وطرقت فيه عدة مواضيع، منها يمكن سمعتوا عن قضايا عندنا زي قضايا السائق، الكفيل، المحرم، الخادمة، إلى آخره إلى آخره يعني. فمن ضمن يعني كتبت شغلات كثيرة في هذا يعني الموضوع، ويمكن لأول مرة حد أو امرأة سعودية يعني تطرق هذا الموضوع شعريا خاصة، يمكن كتب عنه كثير صحفيا وغيره. فأسميت هذه القصيدة المحرم، والمحرم طبعا مفهوم يعني مصطلح معروف يعني في الإسلام خاصة، في بس إنما أسيء استعماله وأسيء يعني تفسيره، وأيضا يعني له مرادف وهو ولي الأمر. ولي الأمر بمعنى إنه المرأة لا تستطيع أن تتحرك إلا بإذن طبعا من ولي الأمر، ربما للناس اللي تاركين يعني زمان هناك البلد وكذا نسيوا الأمور هذه. طبعا يمكن في اليمن في أمور مشابهة في بعض الدول العربية، لكنها تتبلور أكثر في الخليج، يعني عندنا كما يسمى في الخليج العربي وبالذات في السعودية. وأنا طبعا أنا براود سعودي، أعشق بلدي، لكن هذا لا يمنع أن أنتقدها، بل بالعكس هذا الذي يجعلني يعني أركز على أمور يعني لها سوشيال يعني سوشيال إيشوز، لها يعني نكهة يعني بمعنى الحقوقية. فيمكن أضحك شوية في هذه القصيدة، وبرضه بدي أعرج على نقطة واحدة، يعني في امرأة ذهبت إلى القاضي عشان تستخرج إحدى الأوراق يعني أو شيء، فقال لها أو حتى بالسبيشالي جواز السفر ولا آخره، فقال لها لازم يكون عندك محرم، يعني فين ولي الأمر؟ فقالت له ما عندي. قال لها يعني إذا ما عندك زوج ولدك؟ قالت له ما عندي، ولدي صغير. قال لها معليش جيب الولد حتى لو نبصمه برجله. فهذه طبعا ذهبت نكتة في الواتساب وكذا، يعني تداولوها يعني، وفعلا حقيقية يعني كتبوا عنها حقوقيا يعني. فأنا أخذت الموضوع ده واستفزني يعني أن أكتب عن هذا الموضوع. وأنا حصلت لي برضو عندما ذهبت لأشتري بيت في يعني سواء يعني كاتب العدل أو غيره، أو قالوا أين المحرم؟ قالوا أين المحرم؟ أين القائم بالأعمال؟ أين الصدر الأعظم؟ قالوا هاتي صك الإرث لنثبت أن فلان هو الأخ المحرم. قلت أنا امرأة استقلالية، قلت أنا امرأة استقلالية عاملة منتجة لعقود مهنية، وأخي قد وقع ضحية مذ عصر الطفرة أصبح يدمن ممنوعات غربية. عندنا الطفرة طبعا معروفة للولد، وتعرفوا ما قصدت بممنوعات، لأن هناك تعتبر ممنوعات يعني. فلم يعد يميز يعني، هذه طبعا قضية ناس سيدات كثيرات يعني. وأخي مذ عصر الطفرة أصبح يدمن ممنوعات غربية. قالوا لا بأس بابن لم يبلغ سن الرشد، فولي الأمر له كل المجد، والمحرم للحرمة سلطان الوعد. قلت وإن لم يتيسر؟ قالوا لا بأس بذكر لو كان رضيعا، لا يعرف لفظا أو توقيعا، بصمة قدميه تنوب عن المحرم. حتى في ألفية هذا القرن المتعولم لا يمكن للمرأة أن تقضي أمرا دون صكوك المحرم، لا يمكن أن تتحرك إلا بالإذن المكتوب، حتى إن عالت أسرتها
أو أفنت عمرا في خدمة أمتها، صفحتها سوداء مفعمة بذنوب وذنوب. وأضافوا: المحرم شرط محتوم ما دامت في الكون حريم. استخدم طبعا دي الألفاظ اللي هي تستخدم يعني تستهلك يعني. قالوا: المحرم شرط محتوم ما دامت في الكون حريم، فالمحرم يستلم المرأة ويوقع إيصال التسليم. المحرم يمتلك السلطة فوق الحق وفوق القانون، هذه المسلوبة حق الفعل وحق القول، يرقبها المحرم بين شهيق وزفير، ويحيل الأيام سعير لا يغفل عنها، لا يغفل عنها طرفة عين، حتى لو ماتت يصحبها للقبر، وعند سؤال الملكين المحرم لا يسأل أين. المرأة من دون المحرم صفر، وقضيتها رغم الغبن وتاريخ القهر للهامش تنفى، كي يبقى المحرم مختالا في صدر المشهد، وينال بموقعه المتسلط أوسمة المجد وأوسمة النصر.